خير بفرحة جديدة ولعبة جديدة من الحياة حلوة. اسمحوا لي هلا أقدم أعضاء فريق حواء وآدم. ميدو وأسرار. عماد وصفاء. عصام ونوسة. كابتن فريق آدم هو نجم موهوب كتير ومحبوب كتير. هو دون جوان عصره، محبوب من النسوان ومن الرجال كمان. طلع مثل الصاروخ. تعالوا نستقبل سوا حزارو. مين؟ محمد رجب. أما كابتن فريق حوا هي نجمة شاملة، موهوبة، طموحة، مثقفة، مذيعة، ممثلة ومطربة كمان. تعالوا نستقبل سوا النجمة اللبنانية رزان. اللي رحب بضيوفنا رزان ومحمد رجب. أول لعبة معنا هي تكرار الجمل. رح نشوف قدامنا على السكرين جملة. رح نبلش برزان بفريق فريق البنات. رح نشوف جملة بدنا نقراها خمس مرات ورا بعضها. الخباز خبز خمس خبزات، الخباز خبز خمس خبزات، الخباز خبز خمس خبزات، الخباز خبز خمس خبزات، خباز خبز خمس خبزات. رزان. هلا كمان جملة تانية لفريق الشباب. يلا يا محمد. هورت ما رهيبة بالمرة، 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 واحدة عشانكم هورت ما رهيبة بالمرة. هرة يعني بسينة بس بسينة يعني قطة قطة قطة. لا شكلكم بايشين كتير منيح. رح نلعب اللعبة الثانية هي بدون كلام. كمان بنبلش برزان. رزان رح عملية جراحية. طبعا عملية جراحية. رح فرجيكي جملة. قلتي لسيادة لازم الكمامة دي صح؟ طبعا. راح الروج راح كله. لا لا ما تعطيها. ايه ده؟ حطي بدون كلام. شكل لطيف. رزان لنشوف. أنا رح فرجي جملة لأقول للمشتركين. بتكون تعرفوا هي رح تمثلكم إياها، بتكون تعرفوا شو هو.
الاولى رولا انا برضه همثل. طب ممكن من غير العمال بلي 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 برافو رمضان محمد نقي لك واحده غير شكل نحن اشطر لهلا هذا جديده شطورين نحن برافو صبايا اوكي لحظه محمد اي حبيبي اوكي ثلاث هو ركزوا ركزوا قدامكم نص دقيقة طب يا قوموا نعملوا الحاجة لا 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 راح ساعدوني ليه كده ليه بتأثر تنورة ليه بتأثر تنورة 20 ثانية الحق عيون الشباب الأولى خمستاشر ثانية راح خلاص 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 ما راح اللي راح اللي راح 10 ثواني عقلي راح اسمع يا راح جاي 6 5 قلبي اللي راح اللي راح اللي راح ما انه اخذ بطولات وبشكل لازم تمثل احسن من هيك نماز خسر اكيد خسر 1-0 لحواء سوري اللي بالي بالك اللي بالي بالك ما اصلا ما طلعتوا فيه بس تكون رولا رولا طيب عموما رزان حبيت منغش باللعبه منغش رزان بتختاري حدا من الصبايا اللي معي كمان بدهم يمثلوا جمله اكثر وحده شاطره فيك شاف يلا قومي يلا 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 بسرعة 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 شعرة براون واحمر واسود صبايا يلا ركزوا معنا لحد احنا نغلبهم وين رايح حبيبتي هون كله بيزا وبيروح اوكي انا هم بلعب نفس اللي درس يا جدي اي كلام اوكي يلا فيلم ما فيلم مسرحية هاي ايه ثلاث كلمات الأخيرة ما شافش حاجة شاهد ثالثة الأولى تعالي لا دوشة دوشة مفيش 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 لا 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 يعني اختار حد يلا يا عزيزي اوكي اوكي يلا اوكي حتى على وصلكم بس دعائي تعالي شديني من شعري قولي خلاص يا عم قول لا ما تحكي خلص خلص غلط بيكلم وبيكلم وصح بحرك واتساب شغال واتساب شغال يلا 2-2 رزان شو بدك تسمعينا؟ حسب ما كنت غنيت انت بقى اللي نفسك كلمة احانا دايما حسني لمين تهديها؟ طويل ولا مش لا اخر واحدة قصيرة ايه لمين بدك تهديها؟ راح اهديها لمحمد رجب برافو
الوحيد انا اللي حموت واشوفك تحبني وتغير لي الحياه. لعبه الكليبات احلى شيء. رزان بدنا نشوف قدامنا على السكرين مشهد من كليب بدكم تتاملوا كثير منيح لانه بدي اسالكم سؤال من خلاله. كم كلمة جيرة مكتوب وراها؟ قادرة أجاوب ولا إيه؟ لا مش أنت. ثلاث مرات أكيد؟ إيه. شاوروا بعضكم. برافو. نشوف جزء تاني كمان. ركزوا بنات. كم كبي على راس المودلز؟ لا كاسكات يعني؟ لا. كم كبي لون روز؟ البنات لابسين ولا الصبيان لابسين؟ الولاد لابسه بس؟ أربعة كبيات على راس الرجال. تخزلن انتم ما جايبين المعلومات، انا وما لحقت، انا عارف الجواب وما لحقت. لا ماني بتفرج على الصبيان، الصبايا عندي عم ببصبصوا على الصبيان اللي على الجيره. برافو برافو صبايا. وهلا مشهد تاني. الدلع الدلع يا حلو الدلع يا حلو 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 امشي حلو ايوه الدلع يا حلو يلا امشي حلو من نجوم الليل والقمر من سحرك يرحلوا. كم درج كم سلم يعني في خلفية الموديل؟ اثنين.
لا يخزي العين جايين حافظين. برافو. واضح. حبيبي كمان ركز مرة تانية أو ركزوا مرة تانية. اخر غرة سؤال. كم كرسي بخلفية المودلز؟ اثنين برضو. انتوا لو نفعت معكم اول وحدة اثنين قلتوا تجربوها بالسؤال الثاني اثنين. اديها ثاني شوفي هتلاقيهم اثنين. انت متأكد؟ اه. غلط. غلط؟ كان في واحد ثالث مكسور بس ورا. امال ايه؟ اديتني احساس ان انا صح جدا. برافو. دايما ما تكذب احساسك، احساسك بيكون هو الصح. انا قلت كده برضه. يبقى هيك تعادل 3-3. لازم نكسبهم يا عم، لازم نكسبهم. وقبل ما نسمع رزان رح نلعب لعبة صغيرة كمان، هي الغنية بالمقلوب. رح نسمع غنية سمعنا اياها طبعا الدي جي، بدنا نعرف لمين الغنية وشو هي الغنية. بنبلش بفريق اوكي شباب. انا بعرف ده تامر حسني. تامر حسني. تامر حسني. اوكي بس شو هي الغنيه؟ حاجات علمتها لك. حاجات علمتها لك. حاجات علمتها لك. سوري غلط. بنسمع الدي جي. ايام ما كنت معايا بريئه احلامي. يلا خلينا نركز سوا لنسمع غنية البنات. دي جي. ايوان. لا غلط. ان شاء الله. غلط. غلط. دي مش ايوان. بلا ايوان هاي. لا لا. هي لا ايوان بس مش ان شاء الله. اه. اوكي لا ايوان ركزوا. ايوان. لا لا. لا ان شاء الله. برافو. ان شاء الله. هلكتونا. برافو صبايا. احلى فريق. الثانية تروق أعصابنا شوي ونسمع رزان. شو بدك تسمعينا يا رزان؟ هي ما فيها كثير روق أعصاب، هي فيها حركة ورقص وبدنا نعمل على جاجا وكثير حلو. اسمه لو حب ده. يلا رزان.
ارحم عيني عليك حبيبي رايحة جاية يا انا بالشوق اللي بيا قايد قلبينا كل ليلة استنى تيجي تقولها ليا ومش بتيجي قلبي من شوقك حبيبي دايب للنهار بنكمل لعبتنا هي لعبة الأفيشات. رح نشوف قدامنا على سكرين أفيش بده يكون في غلط يا أما اسم المخرج يا أما اسم الممثل يا أما اسم الفيلم ككل. فمنبلش بشباب شباب. أنا قلت الفيلم الاسم الغلط. احنا ستات يا ستات. اوكي قدامكم نص دقيقة. خلاص اوكي يبقى احنا كده كسبنا. اوكي بس شو هو الايه شو اسمه؟ الاست احمد. ايش؟ كلاشينكوف. حسن طيارة. ابو احمد. حرب ايطاليا. ابو احمد. برافو. كوسا وجزر وكل ال برافو برافو. وانسى اللي حصل. برافو. شو هيدا؟ شو هيدا؟ مين ابو احمد هيدا؟ ما اخترعت لي اياه. ما يحكمش. هلا نشوف الصبايا. الاسم غلط تبع الفيلم. المخرج لا حسن يوسف انا مش المخرج. المخرج, المخرج مش المخرج. حسن يوسف خالص. الاسم المخرج صح يا لا. الفيلم صح لا المخرج اسم غلط. اسم الفيلم اسم الفيلم قلت لك ايه احمد زكي ايه يا عم ازاي العاشقات طيور طيور الظلام طيور مين لا اسم الفيلم غلط طيور الجريئه طيور الجريئه هاربه هاربه مهاجره طيور مهاجره طيور مهاجره برافو رولا 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 مين حبيب ماما مين رولا
أنا أنا ميسي شرشورة. طيب مين بيعرف قديش النتيجة؟ تعادل 5-1 تعادل 5-5 ما بدكم تشدوا حالكم هلا. احنا لازم نشد حالنا نجيب الحضري ابو تريكه حدا معنا يفوت جوين بهول الفريق، ما معقول حد يساعدنا بهالليله دي اللي مش بتعدي على خير. طيب عموما رح نكون فاصل صغير وبنرجع لكم مع الحياه حلوه. اوكي نلعب لعبة الفوازير أو الحوازير. أوكي؟ لا فوازير. فوازير. أوكي. عنا باللبناني حزورة.
وعندكم بالمصري فزورة. بدل الحين فه. أوكي. سهلة. يلا. رح نلعب أول سؤال هو شيء له نفس الوزن إذا كان فارغا أو ممتلئا. الساعة. اخر جواب يعني الساعة والبالون. لا واحدة. الساعة. عقل الراجل. الساعة. برافو. سهلة سهلة كثير سهلة. ما الشيء الذي ترميه إذا احتجت لاستخدامه؟ ارميه لو احتجت استخدامه؟ ترميه إذا احتجت يعني لما احتاج له ارميه؟ غريبة دي. يعني تقلك باللبناني رزان. شو هو الشيء إذا عزتيه ترميه؟ غريبة دي. غير الراجل. يعني برميه لو برميه؟ حدا عم بقول شبكة الصياد من ورا. شبكة الصياد. مزبوط. شبكة الصياد. ايوه صح. برافو. شكرا يا صبايا. شكرا. انتوا معانا ولا ايه؟ عشان في مش كنا عم بسمع هون. تاجر من التجار اذا اقتلعنا عينه طار. عطار. 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 ايش تمشي معاكي دي؟ عطار؟ مش عارفه. صح عطار. مش عارفه. العطار. برافو. شيء بيوصلك من بيتك الى عملك دون ان يتحرك. بدون ان يتحرك. موبايل. المحور. اي محور هيدا؟ 6 اكتوبر وغيره. اي طريق يعني. برافو. انا عشان جيت بقى من زمالك على المحور عشان كده. شيئان ما فيك تاكلهم بوجبه الافطار، شو هن؟ رزان ورلا. حاجتين ايه؟ شغلتين. ما فيك تاكلهم. معاك بوجبة الافطار. الافطار يعني الصبح. الغداء والعشاء. الترويقة يعني. ايه غير الترويقة؟ غير الترويقة، الغداء والعشاء. برافو. برافو للشباب. يخترق الاشجار والغابات دون ارجل او جناحات، ما هو؟ قولي. قولي يا الهواء. الهواء. شو رايك يا رجب؟ الهواء. الهواء يا الله. انا الهواء يا ابدي لك احلامي. هقعد في لوحدي من غيرك. برافو صبايا. وقبل ما نكمل بدي اسال رجب عن فيلمه، اخر فيلم كلاشينكوف، شو بتخبرنا عنه؟ كيف كانت هالتجربه؟ كان في مخاوف ولا ما كان في مخاوف؟ انت معروف اكيد بالاكشن والحمد لله يعني طلعت بسرعه الصاروخ، فحابين نعرف اكثر عن هيدا الفيلم. والله هو فيلم كلاشينكوف دي من اصعب الشخصيات اللي قدمتها، شخصيه مزدوجه وتقريبا من اول الفيلم لغايه مشهد 40 ما كانش فيه ديالوج قد كله تعبير حركي وتعبير بالعين، وده ممكن اصعب المشاهد الصامته. وبالنسبه للمخاطر طبعا يعني الفيلم كان فيه مخاطر كتير جدا كانت ممكن تؤدي للموت يعني. يعني في مشهد البانيو ده انا كنت قاعد فيه ومره واحده كان فوقيها لمبه، فبقول اللمبه دي لو وقعت عليا انا ممكن اتقلي اكهرف واموت في ثانيه. في ثانية اللمبة فرقعت والنار حرقت. يعني الحمد لله. ده غير بقى تعريض العربية الأكشن، كنت بعرض العربية وجات عربية كانت هتشني تقريبا من نص العربية. بس هو فيلم فيه مجهود كتير والحمد لله رد فعل الجمهور كان فوق المتوقع الحمد لله. بس هو الفيلم متصنف أكشن بس هو فيه لايت كوميدي كتير وفيه رومانتيك جيم يعني. طيب إذا بدي أقول لك شو أصعب فيلم، شو أصعب سوري مشهد يعني حسيت حالك انه كان صعب بالنسبه لك؟ والله في مشهد صعب
ذهني وفي مشهد صعب حركي وفي مشهد يعني تقريبا يعني ايه هو يعني اذا بدك تقول مشهد صعب كنت شايل همه كتير كان الورقه اما حد يقرا الفيلم يقول هو ليه دافع عنها بالطريقه دي وهو ما بانش حاجه كان في مشهد معين في الفيلم كان لازم يبان على عيني قد ايه بحبها وقد ايه في ارتباط شرطي ما بيننا وقد ايه خايف عليها بالعين بس وهيتبني عليه بقيه الدراما مشهد كنت بتفرج على غاده وهي مذيعه في التلفزيون والمفروض اقول بعناية كل الحاجات دي ولو اتصدقت تقدري تكملي في الفيلم تكملي الاحداث بنحييك نحن وجود لك زقف لمحمد محمد بعد بدي اطلب منك طلب اذا في مجال نشوف اغنيه الفيلم يا ريت بعد اذنك تفضلي بيس كنترول عنده سر جوا منه ومداري ميت حقيقة ومداريها عن أقرب الناس لي وانت أقرب حد لي يا حبيبي لو علي كنت أقولك بس خايف أيوة خايف وعمل كل الخير محمد عن جد بتستاهل ان شاء الله يا رب اكثر واكثر واكثر والحلو انه المطرب ادم هو لبناني فحبيت كثير انه اخذته مطرب من لبنان يغني بفيلم طيب مصري. رزان كمان بدي اسالك عن فيلمك حسن طياره برجع انا بسالك عن فيلمك غرفه 700
لا عن جد كلنا نزيد. طب انت شو بتحكي لي عن فيلمك؟ كيف كانت هالتجربه؟ طبعا انا بدي اشكر هون خالد النبوي وخالد صاوي وعزت ابو عوف اللي هن معي بالفيلم او انا معهم بالفيلم بالاحرى. الفيلم الثاني البطوله يمكن بسرعه كبر الدور والمساحه كبرت والمسؤوليه كبرت اكثر، فبتمنى انه الجمهور يحبه مثل ما حب حرب ايطاليا مع النجم احمد السقا. حبيتوه؟ طيب انا بدي اسالك، مثل ما خبروني او مثل ما عرفت انه اكلتي كف فتي فيه على المستشفى، مزبوط ولا لا؟ خالد الصاوي، انت شفتي جسمه لخالد الصاوي؟ اسم الله. عم يتعافى على عصفور نايم انا، وحطوا لي الصوره بالتريلر. انا كنت فاكره ان يعني الضرب ده اي كلام افلام، يعني ولا الميت بيموت ولا الجريح بيتجرح، فرحت بقى مربوطه. انا هيك فهمت يعني، ذكرت كده في المعهد، فمربوطه ايدي واجري وقاعده على حاجه من الصفيح وتمرنا على الالم. انا مش يعني بحياتي ما باخذ كثير الام، ما حدا بيضربني كثير. هو مره من لما كان عمري 3 سنين امي ضربتني اياها، فرح ضربني بالحته دي هنا. واو. فخبطت في الصفيح وهي دي كانت الخبطه. بعد بتعديها دلوقتي حدا حضربه تحت الحزام على طول، ما حدش يضربني خالص. بجد حد مستشفى حياتي 4 ايام ارتجاج في المخ. فرحت قلت لهم انا دلوقتي بقيت مجنونه بشهاده وباشعه وباكس راي، يعني خلاص يا حبيبتي سلامه قلبك. جود لك رجاء، بحبك يا خلوده، ما تعيدهاش تاني. ثانك يو رولا، جود لك حبيبتي. اكيد رح نكمل لعبتنا، وهي لعبه انه رح نسمع غنيه، الدي جي رح يسمعنا غنيه لمده 10 ثواني، بدنا نعرف لمين الغنيه وشو هي الغنيه. رح نبلش بفريق حوا. حوا يلا تفضل. دي جي انا عرفت مين. يعني اقول انساني ما بنساك. صح. ديانا كارازون. ايه ديانا شرف مستوى دي جي، سمعنا. يلا شباب. اسمحوا لي حي الست فيروز. برافو. النتيجة مين بيعرف قديش النتيجة؟ 8-8. بعدنا متعبدين، ناس بدنا نكسبكم نحن. 7-7 يعني مركزين كثير. طالما متعبدين خلاص. شباب هلا رح نشوف قدامنا على السكرين رسمتين كثير بيشبهوا بعض، بدنا نشيل 5 فروقات منهم. قدامكم نص دقيقة، فيك توقف قدام السكرين
محمد فيك توقف قدام السكرين وتدلني اياهم. دلني عليهم. هي مش واضحه قوي بصراحه بس ايه. يلا خمس فروقات. ها خمسه اللوحه. يلا والترابيزه. يبقى اللوحه ورجل الترابيزه. قوم فرجي. والترابيزه الثانيه. قصدي دقيقه سوري. الترابيزه صغيره. ثلاثه. 50 ثانيه. ثلاثه. رجل الكنبه اربعه. الكنبه نصها. خمسه خلاص. اوكي. شباك اطول من الشباك. شباك. وشباك. اوكي. اوكي يبقى الشباك. ورجل الكنبه فرده زياده. شوف فيها رجل. ورجل الترابيزه. اه اوكي. ورجل الترابيزه وفرده زياده في الشباك. خلاص خلص الوقت. شو هتزعب ورهيبه. قلت مرتين الشباك. سبع ساعات بيجيبوا خمس حاجات. ورجل الكرسي خمسه. رجل اللي هي الترابيزه. خمسه الترابيزه. خمسه ومشيها. الاباجوره. غلط. والاباجوره صحيح. والاباجوره اول حاجه. الاباجوره مش موجوده. خمسه. برافو. ركزوا صبايا. نحن نختلف عن الاخرين. قاعدين نعدي البعض من الصبح. يلا يلا رزان. الترابيزه عليها مام والثانيه لا المام. الفازه. الفازه اللي في الاخر. الفازه. في كرسيين. والشمعدان. والكرسي باين هنا من الشمعدان. ايوه الثانيه. والزهرية. ما شاء الله. والله الصالون والاوضه. الترابيزه هنا زهره اكثر من الثانيه. الترابيزه هي مقربه الثانيه مخفيه. اه ورجل الكرسي. خلصوا خمسه. ما شاء الله النظر حلو. غلط. عاديون رزان. المكتبه هيديكي صغننه وثانيه كبيره. الترابيزه هنا باينه كبيره الثانيه صغننه. صغننه؟ واحده عليها مج الثانيه مش عليها مج. الفازه مختلفه عن فاز. فيها زهريه ما فيهاش زهريه ثانيه. والشمعدان. طلعت شمعات وشمعتين. زغننه. والورق اكبر. غلط 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 غلط. الضو والكنبه والبيبيوتيك المكتبه والخزانه. غلط. والرجل ترابيزه والمنك. غلط. هني قالوا اكتر من ما هني. ثمانية ثمانية. خلاص يلا. حلوة الحياة. هلا تشوف معلوماتكم بالافلام اكثر واكثر. رح نشوف على السكرين كمان اربع مشاهد من اربع افلام وبدنا نسمع صوت وبدنا نعرف هيدا الصوت هالجمله لاي فيلم تابعه. منبلش ب فريق البنات. انا لا ابدا ولا حاجه. كنت عايز اديكي دي. طيب متشكر. وكنت عايز اسمع صوتك وبعدين سمعت. يعني اقدر امشي لوحدي بقى؟ ايوه يا فندم اتفضلي. بس يعني صعبان عليا اختك اللي هترجع ومش هتلاقي حد. انا مستعد استناها واقول لها انك مشيتي. الظاهر هنستناها سوا. شو رايك؟ محمد. سبع بنات. برافو يا اربع بنات. شباب ركزوا كمان. يعني بقيت راجل البيت وانت في السن ده؟ اشتغلت بلقمتي عند بقال ووالدتي كانت بتخيط جلالي بولاد الحارة وبالليل كنت بروح مدرسة. مسكين شلت الهم من صغرك زي وعشان كده انا حاسة باللي انت بتقوله. وكنت لما اغضب من البقال اشتغل عند مكواجي ولما اغضب من المكواجي اشتغل عند جزماجي. تشتغل ايه يعني؟ جزماجي طبعا. امال هشتغل ايه عند جزماجي؟ جزار. شو؟ اول حب. متأكد؟ ايه؟ متأكد؟ متأكد. برافو محمد. غير اجابه. وراك وراك. كمان بدنا نسمع جمله ثانيه
لفريق البنات. الزفاف عقبالكم يا صبايا كلكم غلط ازفكم واحده واحده غلط ايه دعوني يا عيب دعوني اك ابدي اكيد ليله الزفاف غلطوا مره بقى مش هينفع كده ما هو حاطيني تحيه كاريوكا داخله بالشمعدان بقى صعب قوي ما اعرفهاش شايفي هيدا الفيل دي لعبها سهله قوي ايه وحبيت قوي فستان الفرح وحبيت العريس كنت هعلق العريس من العروسه بس طلعوا اسود وابيض فكنت لسه ما اتخلقتش على حد كده دلوقتي 2008 اتجوز اوكي برافو بقى احنا صبايا يلا شباب مش حاجه بالمره انت بتشتكي من الصحه مش من المرض اما الاعراض اللي عندك دي حاجات بسيطه سطحيه بتحصل لكل الرياضيين نتيجه الكبت انت ستك متجوز لا لا يبقى هتروح منك طبيعي بعد الجواز الجواز يعني في رأي سيادتك الجواز ده كويس؟ جدا وكمان بتقول جدا ايه اللي هي غريبة دي؟ تبقى ده حضرتك متجوز؟ متجوز يبقى غريبة طبعا أنا عمري ما سمعت عن واحد متجوز ومبسوط كل أصحابي اللي اتجوزوا ندمانين على إنهم اتجوزوا ليلة الزفاف ليلة الزفاف ليلة الزفاف أحمد مصر ليلة الزفاف على طول من غير النقاش شو؟ أنا أشكك في هذه النتيجة بصراحة وأعتقد طب هي لو شككت ممكن تنزل درجة ولا تشكك كده في المطلق؟ لا في ليك إذا شككت بتنزل لا نحن ما أوكي إن شككت خلاص أنا شككت وأنا حد شاف لي شككت يا عم أنا بدفع أول بأول إيه اللي شككت دي؟ مش رح تقدر علينا حبيبي مش رح تقدر برامو شباب يلا عشان نساعدكم بس عشان ما تعيطوش طيب بنربحكم هنشوف كده 29 29 ايش 29 29 9 9 9 9 اللعبة الثانية رح اسألكم أسئلة أكيد لعلك وما بدك تجاوب لا إيه ولا لا ولا ولا نعم ولا وي ولا نو ولا يس ولا شيء كل شيء بخصه أو لا ممنوع تجاوب فيه أوكي أوكي بتحب الحياة طبعا وتشانل الحياة طبعا لا قصدنا اياهم اسرع اوكي اسرع من كده تتفرج على برنامجنا نحن اكيد اتفرج عليه كل مره ايوه بتحب رزان ايوه طيب رح اعطي تشانس ثاني ليه تشانس ثاني بنروح على البيت لانه بدي اعطيك تشانس لك انت كمان ليلى عيمت بتحب محمد؟ اكيد بتحب له افلامه؟ طبعا مين بتحب من الفنانين؟ هاني سلام ومين ثاني؟ واحمد زكي ومين ثاني؟ محمد هاني بتحب الفن؟ اه بتحب الغنى؟ ابتدى يعني شو بدي اعمل؟ سالته اسئله كلها مين بتحب بعد فنانين؟ مين بتحب بعد فنانين؟ يعني اكثر من هيك يعني اسئله سهله ما في نحن انبسطنا كثير بوجودكم معنا شباب نورتونا شو يا عيسان؟ تفضلوا من غير ما تروح الى عيسان خلص هموته يا عيسان ما كانت الاسئله هينه؟ هي جميله سهله مش صعب شيء؟ لا هو اللي غلط لسه بتقول او لا ما حرمتوش مش هتقولوا او لا من هنا لثلاث اسابيع طيب يلا خش عليا يا رزان هلا خش عليا رزان رول الايقاع بقى بتحبي حالك؟ مرات بتحبي الحياة؟ كيف؟ بتحبي محمد رجب؟ بسرعة طبعا شو بتحبي التبولة؟ ايوه شو؟ طبعا بتحبي التبولة؟ طبعا مش دايما بتسافري على باريس؟ اكيد بتحبي الشوبينج؟
احيانا. جولري قطعا. تبوله مرارا. مين بتحبي الممثلين؟ ابدا. مره بكرههم كلهم. حد شريكي كان من الفنانين. مركزة. اشوف فيهم يوم. والفنانات يومين. سوري عم العب سوري. ثلاث ايام. انت اللي حتقوليهم دول ثلاث ايام عارفاهم. بتحبي لبس السبورتس وير ولا الابيه؟ الابيه. الابيه اكثر. الابيه اكثر. استنى احيانا. لا بس بدك تستعجلي. ايه الغلاسه دي ما تغلطي بقى. الابيه اكثر احيانا. بتحبي الميك اب؟ قطعا. ايوه قطعا. بتقولي لي قطعا هيك كمان هي قطعا؟ قطعا ايوه قطيعه تقطعنا قطعا. هي بتحبي البرنامج؟ كثير؟ قلت قوي قوي قلت قوي. لا لا يلا صفا ركزي معي. كوسه دي كوسه واضحه. حتى انتم مقتنعين انا ما قلتش. بتروحي على المدرسه؟ اكيد. الجامعه؟ احيانا. بتحبي الحياه؟ اكيد. بتروحي شوبينج كثير؟ ايوه. احيانا. لوحدك؟ ايوه. لا باي باي. النتيجة هي 9-9. لا تسعة بلانين. نحن ربحانين ونحن ربحانين. نحن ربحانين ونحن ربحانين. قومي يا رزان بما انك انت ربحانة قومي بليز سمعينا غنية. عهدي يا محمد رقبت الرجال.
اخر لعبه لليوم هي لعبه الايقاع، وهلا رح نسمع غنيه اكيد دي جي سلمى رح يسمعنا اياها. بدكم تمشوا مع الغنيه، وحتى لو وقفت الغنيه انتم رح تكملوا، رح توقف مرتين وبالمرتين رح تكملوا غنى. اوكي دي جي ساعدني. كنت بتمنك وبستنك بالحنين. يلا بنات قالوا بتمنى وبستنى حبيبي. برافو حمائي، برافو صبايا. بالايقاع نقطة كاملة. لا نص يكملها لحن عادي. يا ملا عم تشد معه للرجل. لا مش مزبوط. خليتيه عم زعبر معي. هم مقضينها كده والله. ما زعبرت زعبر. رولا رولا. اه؟ كان في مكملينها لحن مش كلمات. لحظة، أول مرة خسروا، تاني مرة مشي حالهم. مرة بالايقاع. مرة واحدة. ايه، تعال نشوف هلا جلالتكم. جلالتكم انتوا والايقاع. سمعونا الاصوات. تفضل دي جي. يوم بسنة من ما اشوفك انا مالي غنى عنك عني لا تغير. اشتاق حضننا انضمت غيرك مالنا غير حالنا بعد غيابك يا حبيبي. لا غني لا تغيب مشتاق بينا ضلت غيرك مالنا. صعبة صعبة. اهو بيكملوا اهو. حرام عليك والحب ولا ساكن. حرام عيني والله حبك ساكن قلبي وما يغيب. يوم بسنة من ما اشوفك انا مالي غنى عنك عني لا تغيب. اشتاق حضننا ضمت غيرك مالنا غير حالنا بعد غيابك يا عليك يا فضل شيك. يا حرام. يا ديانا بنحبك. يعني ودانك يا ديانا الصوت. ودي حرام ايه ما بتتفرجوش على اغاني ما بتسمعوش. للاسف الشديد ادم بده يخسر وبقوه وحوى اللي يمحي. رولا
لحظة خليهم يغنوا نتفة يغنوا نعطيهم تشانس تاني معلش هني يغنوا لما احنا نفل احنا نروح وانتوا غنوا براحتكم ما عندناش مشكلة غنوا ورقصوا وتبكوا وعملوا لكم تشانس تاني لألهم ايوه فرصة عن اذنك يا معلم ما تسيبني اتكلم انا يوم لما ابقى حبيبتك وساعتها تعرف امتى وتقول يا حلوة يا ولاد عن اذنك يا معلم اسمعني يا معلم خد بالك هتكلم اللي انت شايفها دي بإشارة وهابية وتقول عن اذنك يا معلم لا 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 وقعها بشكل مش طبيعي عيال زي الفل العالم فاضي اذا ما اذا ثلاثه منكم بده يغنيها اذا ما غنوها خسرته حاجه ثانيه حاجه ثانيه عايزين اغنيه ثانيه لا خسرته خلاص خسرته خسرته خسر عن اذنك يا معلم ما تسيبني اتكلم انا يوم لما ابقى حبيبتك وساعتها تعرف امتى وتقول يا حلوه يا بتريدوا اعطوا تشانس للبنات يلا يلا بنات يلا عن اذنك لو سمحت عن اذنك يا معلم ما تسيبني اتكلم انا يوم لما ابقى حبيبتك ساعتها تعرف امتى وتروح يشغلوا اغانيه مع اني انا ضد انه يشغلوا اغانيه بس ما بعرف الدي جي حب انه سهل لهم اياها هلا نحن كلنا رح نقول لكم عن اذنكم يا معلمين تفضلوا من غير ما تفضلوا زي الفل يعني يا معلم قول يا معلم يا عيوشوم البنات حافظينا وانتم مش حافظين نفس الكلام يا معلم نفس الكلام يا عصام بتاع القهوه المعلم ثلاثه حافظين عندهم يلا زوتي كلنا سوا زقفوا شاملة كأعداد يا ربي يا ربي يا ربي خسرانه بتتشرط ما يحكم طب يعني اشمعنى محمد هو 2 2 اخر مره 2 2 يلا يا ربي يلا هلا 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 خلص النتيجة رح تقول لكم يا رزان يلا رزان نحن 2 وهن 0 برافو لا عفوا انقطش العقد بس حلو كمان ما قطش لذيذ اوريجينال فرجيك انت فرجيك يا سلمى ماشي غير لي الغنية ما اعرفها بس عرفتها رزان انت اسالي اسالي عماد لا انا ما بدي احكي مع عماد
انا بابا قال لي ما تكلميش رجاله، انا مش هكلم رجاله. وانت ما فيش كلمه حلوه تقول لي اياها؟ قمر، انت قمر. لذيذين كثير بهالحلقه عن جد.